إحدى أكثر العائلات المثيرة للجدل بالتاريخ، أهم سلالة بنكية بوقتنا الحاضر، بين الواقع والخيال والإشاعات والحقائق بضل سر أغنى عائلة بالتاريخ، مصدر اهتمام معظم المؤمنين بنظرية المؤامرة، وكمان الناس اللي عندها فضول مثلي ومثلكم. عائلة روتشيلد هي من أغنى العائلات بالتاريخ، هي قصتنا اليوم. معي أنا روان الأسعد، وهنا أصل الحكاية. بدنا نرجع شوي بالتاريخ لأصول هاي العائلة اللي يعدوا أبنائها من اللوردات وأهم مؤسسي وداعمي الصهيونية العالمية وأهم داعمي الدولة الصهيونية. نرجع شوية للعصور الوسطى أو العصور المظلمة، وهاي الحقبة الزمنية كانت تقريبا أسوأ حقبة بتاريخ أوروبا، وبهاي الحقبة كانت الديانة الحاكمة فيها أو بأوروبا هي الديانة المسيحية، وهذا كان بالقرن العاشر للميلاد، وكانت السياسة مرتبطة ارتباط تام بالكنيسة، وكانت أي ديانة أخرى غير المسيحية إشي غير مستحب بالمرة. كانوا أكبر ضحايا هاي الظروف هم اليهود، وكانوا اليهود كما يجب موزعين على دول أوروبا، هذا قبل ما تظهر الصهيونية بقرون عدة وتتحول اليهودية من ديانة إلى قومية. معظم يهود أوروبا كانوا متمركزين في الإمبراطورية الرومانية اللي معظمها الآن بتكون ألمانيا في وقتنا الحاضر، ومعظم دول أوروبا بهذاك الوقت وإلى وقت الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا فعلياً الأوروبيين معادين لليهود وما كانوا مبسوطين بوجودهم أبداً. ومن أهم الظروف اللي كان بيعيشها اليهود بهداك الوقت هو أنه كانوا يجبروهم على العيش في مجتمعات مغلقة وأطلق عليها لاحقاً اسم جيتوهات، لدرجة أنه مدينة فرانكفورت خصصت حارة أو حي صغير برا حصن المدينة، يعني برا أسوارها، مشان يعيشوا فيها اليهود. وكانت هاي المنطقة اسمها الزقاق اليهودي، وكان هذا الزقاق عبارة عن بيوت ملزقة ببعض مثل مخيمات الشتات حالياً ومخيمات الوطن هاليومين، يعني يقول هاليهود عم بطبقوا علينا اللي طبق عليهم بوقته ما علينا. لدرجة إنه هاي البيوت والبنايات ما كانت إلها ترقيم، هالقد كانوا مش محترمينهم بأوروبا وبهاي المدينة تحديداً، وكانوا يسموا بيوتهم حسب شكل البيت أو اسم العائلة، اللي شبابيك زرق يقولوا هذا بيت الشبابيك الزرق وهكذا، أو البيت الأخضر. وهون كمان كانوا يستعملوا أسامي العائلات على البيوت حسب اسم العائلة المقيمة فيها، مثل مثلاً البيت الذهبي اللي كان برمز إلى عائلة جولشتين أو جولدستاين اللي هي عائلة يهودية. وفي إحدى هاي الزقق على إحدى هذه البيوت كان معلق علم أحمر وعلى اسم هذا البيت House of the Red Shield، يعني منزل الدرع الأحمر، وفعلياً هو كان منزل عائلة روتشيلد. هذا البيت حمل نفس الاسم لأكثر من 300 سنة كمعظم العائلات اليهودية بهذاك الوقت، وحتى هلأ كانت مهنة العيلة هي العمل بالعملة والحسابات والمصاري. بالقرون الوسطى أوروبا كان ممنوع التعامل فيها منعاً باتاً بالقروض والربا، وكان ممنوع تقرض شخص وتاخد فايدة عليه، يعني كان ممنوع الربا تماماً بالقانون، وهذا القانون كان يسري على المسيحيين فقط، وهذا اللي فتح مجال اليهود إنهم يعملوا بهذا المجال اللي فعلياً مربح جداً في وقته وحتى يومنا هذا. وأجيال راحت وأجيال أجت، وما كان غير اليهود اللي يشتغلوا بموضوع الربا والإقراض، وأكثر ما ميز هاي العيلة هو تبادل العملات أو العملة، يعني صرف العملات، وكمان جمع العملات النادرة من المعادن. وكان أبرز الأسامي بتاريخ هاي العيلة هو ماير روتشيلد، تحديداً في القرن السادس عشر قدر يجذب هالماير معظم أرستقراطيين الإمبراطورية الرومانية
واللي جذبهم هو مجموعة العملات النادرة اللي كانت عنده واللي كانت هواياتهم شرائها والحفاظ عليها. ومع ازدياد دائرة المعارف الارستقراطية قدر يتعرف ماير روتشيلد على الأمير ويليام أوف هيس اللي كان ولي عهد ألمانيا بهداك الوقت، وقدر يكسب ماير ثقة الأمير بسرعة مش عادية أبداً، مش بس بالعملات النادرة، لا هو صار يوثق فيه بأي قرار مالي متعلق فيه أو بأملاكه. وبعد ما ولي العهد أخذ الحكم بعد وفاة أبوه، عين مايرز روتشيلد عنده بالبلاط الملكي وأعطاه منصب يهودي المحكمة، وهذا الإشي كان دارج جداً بهداك الوقت، وهي إعطاء الأرستقراطيين أموالهم اليهود مشان يديروها ويجيبوا لهم أرباح مقابل إشياء عدة أهمها الحماية، المال أو المناصب الرفيعة والنبيلة. وكانت وظيفة ماير هي جباية ضرائب أراضي وعقارات الملك وكمان حماية مصالحه المالية. هذا موضوع زاد صعوبة بعد ما قرر نابليون إنه يجتاح هس اللي هي مملكة الملك اللي ماسك مصرياته ماير روتشيلد، وقدر بذكائه ودهائه ماير إنه يحمي مصاري الملك حتى بعد ما نابليون نفى الملك بعيدا عن مملكته. بعديها بعت ماير ابنه نيثن إلى لندن مشان يفتح نفس الشغل ونفس المهنة وهي صرف العملة بس بمدينة تانية، يعني قرر إنه يوسع الشغل. ما واجه أي صعوبة ماير إنه ينقل أموال الملك المنفي من مكانها بألمانيا إلى بريطانيا، ووقتها ماير أقرض ولي عهد بريطانيا كل مصاري الملك المنفي، واللي كانت تعد كمان استثمار من الملك المنفي بالحكومة البريطانية مشان تساعد تحارب هجوم فرنسا عليها. مات بعديها ماير تاركا ابنه بمأزق وهو مصاري الملك المنفي اللي أعطوها لملك بريطانيا مشان يحارب فرنسا، وهون أعتقد بلشت عائلة روتشيلد تتدخل بالحروب والسياسة وتأثر برأس المال العالمي، وحتى مش بس بمصاريها، بمصاري عملائها. وزعوا الأخوة المتبقين من هالعيلة معظم دول أوروبا، يعني فتحوا مكاتبهم بمعظم دول أوروبا، وقاموا بتأسيس مؤسسات الإقراض وصرف العملة في معظم العواصم الأوروبية القوية في وقتها، وبلشوا يشغلوا مصرياتهم اللي معاهم بالإقراض. والإقراض لمين كان يكون؟ كان الأرستقراطيين والحكومات المحلية. مثلاً الأخ اللي راح على فرنسا قدر يصير المسؤول البنكي لأمير بلجيكا ليوبولد، واللي بفيينا أعطى قرض لآخر إمبراطور للإمبراطورية الرومانية اللي كان اسمه فرانسيس الثاني. وسنة 1818 أعطى الأخوة الخمسة لقب بارونات، وكانوا معروفين هالإخوة إنه كل عيلة كانت تتقلد منصب جديد في ممالك الموجودة كانوا يتوجهوا إلها طوالي مشان يعطوها قروض. وهذا اللي صار بالضبط في وقت الثورة الفرنسية سنة 1930 وسقوط الإمبراطورية الرومانية. مشان بس أقرب لكم الأرقام مشان تعرفوا قديه هالإخوة قدروا يكبروا تجارتهم بالعملة بطريقة مخيفة وأرقام مخيفة بوقتها. مثلاً فرع فرنسا سنة 1820 كانت قيمته 5 ملايين دولار، وبعد 30 سنة يعني سنة 1850 صارت قيمة مكتب فرنسا 500 مليار دولار. كانت هاي العيلة ماسكة زمام الأمور المالية بمعظم دول أوروبا وتقرض الحكومات وتساعدها بأزماتها مثل دور الصندوق النقد الدولي حالياً. كانوا يتحكموا بسعر الصرف ونسبة الربح، وفي القرن 19 العيلة قررت توسع استثماراتها الخاصة بعيداً شوي عن الحكومة وصرف العملة، كانت تستثمر بمصانع وأعمال عدة. كانت أهم استثماراتها بمعاصر النبيذ. في سنة 1875 قدرت هاي العيلة تشتري قطعة من قناة السويس بمصر، وبعديها قاموا بالاستثمار ببئر استخراج نفط بأذربيجان، وبعديها بلشوا يشتغلوا باستثمار الماس وبيعه، وكانت استثماراتهم هو فعلياً أكبر شركات المناجم اللي تستخرج الألماس بالعالم. بعد التطور الكبير واللافت
لهالعيلة تراجعت العيلة تراجع غريب، ويمكن لأنه ما بنفع تاخد كل شيء. توفى الابن اللي ماسك فرع نابولي وما ترك إله وريث، ومن وراء هالشغلة اتسكر مكتب نابولي. والأخوة التانيين كانت معظمهم خلفتهم بنات، وأكيد ما بنفع بهداك الوقت ولا بهديك العقيدة والفكر إن البنت تاخد أي دور بالشغل والعمل تاع هاي العيلة. كانت النمسا ماشي أمورها تمام لحد ما ظهر هتلر، واضطرت العيلة إنها تبيع فرع ألمانيا والنمسا بتراب المصاري في ظل الحكم النازي. وفي أخ هو هارب من ألمانيا، أحد الإخوة من عائلة روتشيلد، المسك ودفع ما كان يعد أكبر فدية بالتاريخ، وهي 21 مليون دولار. يعني بنحكي عن ميزانية دولة بوقتها. والنازيين مع هروب هاي العيلة، عائلة روتشيلد، من ألمانيا استولت على كل ممتلكاتهم من بيوت وقصور ومقتنيات ثمينة وغيرها وغيراتها. بعد كم سنة تقريباً نفس الشيء صار بفرع فرنسا اللي كان يعد كبير جداً ومن أهم الفروع. ومن كتر ما المقتنيات كانت ثمينة ورائعة، راح هتلر شخصياً يلم الغنايم من بيوت هاي العيلة. قدرت النازية إنها تستولي على قطع فنية ثمينة جداً يصل عددها إلى 5000 قطعة. وكانت عائلة روتشيلد اللي بفرنسا دايماً حظها متعتس، بعد سنوات عدة أجا رئيس فرنسي اسمه فرانسوا ميتيران، وقام هالرئيس القومي بتأميم بنك روتشيلد بفرنسا، يعني حول ملكية البنك للحكومة. الوحيدين اللي صمدوا من هالعيلة بالقرن العشرين هو الفرع اللي كان بلندن، وتاريخياً هالعيلة ظلت مكملة شغلها مع الملوك والأمراء لهلأ. هاي العيلة هي المستشارة لأمور الملكة إليزابيث المالية. الغريب بالموضوع إنه في نظريتين بموضوع مصريات وقوة هالعيلة اللي جد تعد من أخطر عائلات التاريخ، وهو هل هم جد عندهم القدرة على إخفاء قيمتهم لهاي الدرجة؟ لأنه مجلة فوربس اللي بتحكي عن قيمة الثروات بالعالم والأغنياء تقريباً لا يذكر اسم أحد فيهم إلا بعد الألف. وفي نظرية تانية بتقول، وهي نظرية مالية بحتة، إنه الجيل الثالث من أي إمبراطورية مالية يقوم بإفلاسها. يعني يمكن تاريخياً هي قوية، لكن فعلياً اللي خلتها بمكانها الحالي تؤثر بقرارات الرؤساء وملوك العالم. وبدناش ننسى إنه بقصرهم موجود وعد بلفور المشؤوم، والرسالة كتبت إلهم وتوجهت إلى اللورد روتشيلد. السؤال القوي، هدول قدروا يعملوا هيك وهم مجرد تجار عملة؟ إحنا يا من نملك كنوز العالم في ترابنا العربي، شو حجتنا بعدم قوتنا؟ نراكم في حلقة قادمة من أصل حكاية على خير. سلام.